اوكي السلام عليكم شوك شوك ان شاء الله خير يا كرحوي. هذا شوف مقطع جيرو دوكس. اليوم راح نلعب ما بسطر مع العصا الرهيبه عصا الاسنان اوتاكو. كيفك؟ هلا والله عصا الاسنان رحمي. هذا والله ايه لا تقلدني، انا مو عصا اسنان، انا عود شخاط هذاك اللي يشعلوا فيه النار يا اخي. المهم اليوم جايب لك لعبه اسطوريه راح تخلينا نطلع من مود العصا، راح نصير معضلين اوتاكو. تذكر الماب اللي لعبناه ذاك، واحد من اشهر المابات بالقناه، يمكن يوصل شيء 4 مليون مشاهده و100 الف وحاجه لايك يا اخوان. خلنا نوصل هذا المقطع كمان 35 الف لايك يجيبوه ولا لا اوتاكو. جيب 35 الف لايك جيبوه 100 الف شباب ورجوه انه تقدروا. والله يقدروا نص، بشوف النطه اوتاكو ورب حلو حلو رب اشتاقيت العب هذا يا اخوان. الماب مو مثله هذا، هذا لسه احلى منه يعني. هذول الماب اصحاب الماب صار عندهم خبره وسووا ماب احلى منه. وعلى طاري الماب يا اخوان، فوتوا جروب مالتنا طالع قدامكم على الشاشه، عن قريب راح ننشر لعبه خاصه فينا. ويلا يا اوتاكو خلينا نبلش بالتوتوريال. التوتوريال انت سويته صح؟ برأسمان حامش المنظر وال شوف. اوه ماي جاد معضل معضل، بس حركاتهم غريبة. ايش هالحركة يا خلك رجال يا ولد. اوه ماي هذا مو انا، امزح يا اخوان هذا مو انا، هذا واحد يشبهني. اوكي اوتاك خلي العصا هون. العصا شو هذا خشب؟ لا يا اخي تعودنا على العصا، هذا خشب. شوف اخوان لازم نجمع خشب قدر الامكان. انا راح اخذ هاي خشبه ثانيه وخليها فوق هذه. تتوقع يمديني اكسرها ولا لا اوتاكو؟ جرب كسر. 3 2 1. خيبي او ماي جاد، حسيت ايدي اللي انكسرت مو بخشب اوتاكو. كسرت انا 2 من هذا رحوم لسه احسن من العصا هذا والله. اوكي خلينا نشيل يا اخوان نشوف اذا يمدينا نكسرهم. هذا يا اوتاكو هذا طابوق هذا ايش اسمه عندك؟ ما بعرف شو بنسميه صراحه. ولد هذه مواد بناء يا اخوان وربي شكلها كثير ثقيله. او ماي جاد كيف عم تكسر حديد؟ عم بكسر الحديد يا حبيبي. والله عم يكسر براسه ذا مجنون مجنون، شفته يكسرها براسه منظر غبي صح. خلينا يا اخوان نحن نجرب نكسر حديد. شوف انا احس انه ما راح ينكسر براسي، شايف العقروق اللي على راسي؟ طيب هذه عقروق احسها هي اللي راح تنكسر. يلا جاهز 3 2. اضرب اضرب. لا 3 ضربات والله اني قوي. مايكرويف اتاك مايكرويف، خلينا نكسر اغراض البيت. اي شلت مايكرويف شلت مايكرويف طلع لي حديد يا اخي ايش هذا؟ طيب هلا نكسر اغراض البيت مشان ماما تجلدني. محشور انت شيء محشور. محشور شو؟ بدك تروح الحمام يعني؟ مسوي فيها مسوي فلاته اوتاكو. يا اخي ليش عم يعطيني حديد؟ انا بدي مايكرويف. عم تسمع اصوات؟ اوه طلع لي شيء. عم تسمع. طلع لي شيء بالارض. اوكي خلينا نحاول نشيلها. يا اخي هذا ما في شغله ثانيه غير الحديد ياخذهم. يلا نكسر هذا اكثر. بدي اعطيك حديد. بروح اتمرن انا اوتاكو، بروح اتمرن. يمكن السبب انه انا ما عم يمديني اشيل. شوفوا يا اخوان بعد ما نكسر يصير عندنا طاقه ونجي نستعمل الطاقه هون. كبس كبس كبس. عم تسمع الصوت؟ ما اسمع. فكرتك انت عم تطلع الصوت يا ولد. لا مو مني. عم هيك يتمرن. خلصنا الطاقه تبعنا. اوكي خلينا نشوف يا اخوان اختلف شكلنا. اوتاكو عم تتمرن. جيت اتمرن كمان يا اخي. والله صوتك وضعك يا اخي. يب عم بتمرن هاي قوتي. طيب انت خليك تمرن، انا بدي اشوف شكلي تغير يا اخي. ما حس شيء تغير فيني اوتاكو. ليه طيب؟ منين شويه انت بدك تتغير؟ ترى بناء العضلات عمليه بتاخذ وقت طويل. اي بس تمرننا كثير يا اوتاكو. كسر كسر كسر. شو 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 شوف يا اخي انا كيف هيك ضعيف وعم اكسر. او ماي جاد ضربه واحده اعطتني كثير انرجي. وات؟ سيارات تمزح صح؟ انا ما يمديني اشيل سيارات. شوف عم يشيل لي الحمام تواليت يا ولد. اشوف فتاك راح يكسرهم. الله عليك الله عليك. يمديني اكسر معك؟ لا يقول لي راح كسر بتبعك. ضربه واحده كسرتها وتاكو. ليتس جو. خليني احاول اشيل سياره واحده على الاقل. وتاكو كيف اشيلها؟ ما يمديني انا. مرنت اكثر منك بشوي صغيره. انت بدك شوي كبيره تمرين. انا نسيت انه هدول الاغراض يفتحوا بالتمرين. بس شوف 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 عم اكسر الحمام بضربه واحده. ما يمديني اشيل اكثر من 2. اوكي بخلي واحد. يا اخي انت عم تاخذ مساحتي اوتاكو. وخر شو مساحتك هي. عم تاخذ مكان تبعي سياراتك الكبار يا اوتاكو. خلي 4 ولا 5. راح اخلي 5 وهذه 5. او ماي جاد اوتاكو المعرق عم يكسر سيارات. اوكي بسم الله. كسرت كثير. كسر يا حبيبي ضربه واحده انا عم اكسر. يمديك تكسر ضربه واحده يا تاكو؟ بصراحه لحد هلا لا. كافو انا والله اني كافو يا اخوان. خليني اروح اتمرن. بدي اصرف الطاقه اللي عندي كلها على التمرين. قوتي حاليا
36 شو هذا كان اسمه تبع الحديد؟ ما بعرف. هذيك اللي يتمرن فيها، نحن نسميها دمبل بالعراق، انا ما بعرف ايش اسمها. كمان هي الكل بسميها دمبل يا اخي. والله ليتس جو جبتها صح. خلينا نشوف يا اخوان يمديني شيء. ليتس جو يمديني والله. اوه تاكو بغلبك، انا بروح المنطقه الجديده. غلبني رايح عليها. امزح امزح خلاص. والله تاكو اصلا هو غالبني يا اخوان، انا امزح. خليني احط مثل تاكو 4 سيارات ونجرب نكسر. يا اخي انتظر استناك جوا على المدخل. اوكي يلا مو مشكله. اوه ماي جاد والله صعب. شوف شوف عم اضرب بسرعه. عم اضرب بسرعه والله. مو مني على فكره انت. يا لا لانه انا اكتشفت حركه ما بدي احكي لك ايش هي، لانك راح تغلبني بسرعه. خلينا راح اتمرن يا اخوان مشان نحقق تاكو. بدنا 50 دمبله لحتى تفتح المنطقه الجديده. ليتس جو. جبنا 50 وبدنا نجيب 55. جبنا 55. صار فيك تيجي. تعال ليتس جو. والله جايك يا تاكو. اوه شايف تاكو هناك بعيد. وفتحنا المنطقه الجديده. شفت كيف كسرتها انا يا اخي؟ والله اني قوي. افتك يا حبيبي معضل. اوه هاي المنطقة شكلها احلى. ايش في هون؟ وات؟ في نوب عم يمشي خلفك، نوب صغير. مين هذا؟ في معي اغراض لانه اشتريته من هون رحومي. اسعار الشغلات رخيصة. تعال شوف. بتات يعني؟ اوه ليتس جو. بس ضعيفة. اوكي خليني اشوف يا اخواني. اقول لك ب 100 تفتح وحدة. خليني اشوف البت اللي يطلع لنا يا رب. بت منيح. طلع لي فشي ما ادري مكتوب وات. هذا نادر ولا لا؟ كيف اعرف؟ ما ادري كان لونه برتقالي. لا انا نفسه طلع لي يا رحومي يمكن، فمو كثير نادر صراحه. اوه يقول لك يعطيك هذه 1000 ولا 1؟ هاي يعطيك 1 بس كيف استخدمه؟ الشخصية تبعي الصغير يمكن هو لازم يلبسه. يا ده لابسه نفس شخصيتي. يا بالصغير تبعي يلبسه، فكرت انا البسه. طيب خلينا نشوف يمدينا نشيل هذه. لا يا اخي. يمدينا نشيل بايسكل. الحمد لله. بس يلبس كليتات انا كمان. يمدينا فكرت لازم ابلش من الصفر. ولا دو تاكو بيسوي جبل من البسكلات بسكليته. يود على كيفك شوي. اوتاكو عم يكسر بطيء شكله ما يعرف الاستراتيجيه. استراتيجيه تبعي. يا اخي نفسي اعرف. احكي يا اخي بدي اغلبك، لما انا اغلبك واصير عابرك بكثير احكيك اياها. اوكي طيب ماشي ماشي. سلا ما بحكيها، بس اتفرج علي اوتاكو. شوف 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 3 2 1. انطلق. خلصت قبلك وانت قدامي يا ولد. خلصت قبلك. اوكي خلينا يا اخوان نروح نتمرن. تمرن هون ما يمديني، لازم اوتاكو يروح. طيب خلينا نتمرن هون. تمرن 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 يا اخي. هيك التمرن صعب يا ولد. هذا احسه راح يبكي الشخصيه تبعي. الاصوات يا اخي عن جد بتضحك. اوه بديت اتخن اوتاكو، صرت شوي سمين عن جد. ياب شوف 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 انت قد ايه قوتك؟ انا 71. اوتاكو 85. ياب والله غالبني اوتاكو. اوكي خلينا نشد حالنا يا اخوان. يمديني اكسر شيء ثاني غير هذه؟ اتوقع يمديني اخذ طاقة. انا فيني احمل هي القلوب. لا يقول لي لازم تاخذ طاقة اكثر لحتى تحملها. اوكي اوتاكو شوي غالبني مو مشكلة. خلينا نكسر على السريع. ود انا عم اتكلم كثير اوتاكو عم يشتغل، لازم اركز على الشغل انا كمان. اكتشفت. لا اوتاكو اكتشف الحركة تبعي. لا لازم تكبس. يا اكتشف. كنت فجأة عم احمل اغراض وفجأة اسمع اوتاكو يسوي يا 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 يا. اوه ماي جاد عرفت انه اوتاكو راح يستكشفها بسرعه يا اخي. كان بودي اغلبك اوتاكو. يلا عوافي يا رجل. هلا 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 حتوصل لي يا رحومي. هي لعبه حظ، اذا طلع لكم بنتات منيحه بتسبقني. يا بس اصلا احنا ما عم نتنافس فعادي. شوف اوتاكو باع كم وحده سويت. واد والله حجم عالي. 4 بس يا رحومي. شوف شوف شوف. الله عليك. يا ولد صار عندي تقريبا 670 طاقة، راح اصرفهم كلهم على التدريب. كل مرة نتدرب يصير التدريب ياخذ طاقة أكثر. هلا 31 طاقة بده على كل تدريبة. واد والله عم يصير تدريب غالي اوتاكو. قوتي 113 ليتس جو. ماي جاد رحومي شوي بتوصل لي على فكرة. ياب شوي بس. اوتاكو عم يكسر بسكليتات. ليش طيب؟ تقدر تشيل هذه؟ لأن البسكليتات سهل انك تحمل كمية كثير كبيرة. صح صح صح. اوكي بس انت احمل كمية كبيرة، انا بحمل كمية صغيرة مو مشكلة، لان هذا رح تعطيني مصاري أكثر. شايفك عم تحمل هون. بدي اجرب، بدي اشوف الفرق صراحة. سوي كوكتيل بسكليتة وسوي قنبلة وقنبلة، خلي الكل مع بعض. شفت الفرق خوي؟ بدي اشوف جبت من هي انا اقوى. بدي اشوف هل هي ثنائيه ولا لا. ما كنت تدري انه يمديك تشيلها. يلا هلا بلحقك. اوف كسرت 3 بضربه واحده. اوتاكو من هذول القنابل 3. ود انت كم ضربه يلا كسرت هذه؟ هيك قويه. 3 ضربات مشان بس واحده عن جد قويه يا رب. قديه بدها هذه؟ طيب ما يحكي لك، يقول لك لازم تتدرب. يلا مو مشكله نتدرب بعدين. هيا اوكي صار عندنا 745. خلينا نروح نتدرب على طول. بغلبك يا اوتاكو. بدي اشوف مين حيوصل للمنطقه الجاي اول. المنطقه الجاي بدها 250 قوه، يعني كثير كثير. 250 دمبله هذه تبع الحديد.
هاد والله غالية. طيب إذا هيك بدي أشوف الشوب إذا فيني أشتري شيء أستفاد منه. أوتو بلاي لا هذا ما بدي إياها غالية. أكيد ما بدي إياها. إيش هذه 10x workout speed. هذه خليني أتدرب بسرعة 10 مرات. 10 قديش حقها؟ حقها 500 بس حاليا ما عندي انرجي لحتى أتدرب، فممكن أشتري 2x انرجي وأعتقد بس ها هي خلاص هذا الشيء الوحيد اللي راح أستفاد منه مشان يعطيني 2x يعني انرجي، فراح أشتريها ب 500 روبوكس. أو ماي جاد إكس 2 يا رحومي. أتوقع ترى شغالة. يب يقول لي يو الله إكس 2 انرجي ليتس جو. هلا اذا اكسر من هذه راح يعطيني دبل مصاري دبل انرجي. يعني حتقدر تسوقني هلا يا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شو بنجرب حاليا عندي 8 انرجي راح اكسر 2 بس. وا 2 بس اعطاني 328 يا تاكو. 2 بس احسن يا با احسن بكثير. طيب سؤال، من وين نجيب ذيك العمله اللي اشترينا فيها للبت تبعنا؟ بدي اطور البت انا. انت عندك العمله ولا لا؟ لا ما عندي صراحه. هي نفس الانرجي يا زكي. يا كذاب البت تبعك لابس في شيء بظهره. هي شي انرجي يا زكي يا رحومي. تمزح انرجي والله؟ يب بس مين؟ اصلا ارخص شيء يب. والله لعد بروح اشتري له كثير شغلات. خلي كسر هذولي، صار عندي 968 انرجي. اوكي خليني اشوف فيني اشتري هذا البت. اوه في بتات بروبوكس. اشتري هذا تبع 300 ولا لا 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 خلي 300 روبوكس. ياب اشتريه فار هيك فار غالي بس بكون. يمكن اذا المنطقه اللي بعدها رحومي احسن بكون. اوكي خلي لا نفوت المنطقه اللي بعدها على كلام اوتاكو يمكن يكون احسن ونشتري هناك. هلا راح اشتري البت تبعي، اشتري له اكسسوارز. اوكي عم يطلع لي نفس الشغلات بس طلع لي نفس حاجه اوتاكو البت تبعه كان لابسها. طلع لي جناحات. ليتس جو. كيف فار مزنح. كيف يخلي مو لي البت تبعي يا عبقري، كيف اخليهم يا اوتاكو؟ لا تخليهم بدك تفوت على اكسسوارز وتكبس اكويب. اوه هذه الشنطه تعطي اكثر من جناحات. كيف الجناحات تعطي 2 وهذه 1؟ الشنطه عندك احسن شيء اوتاكو. انا الشنطه يب بتعطيني تقريبا 3. اوكي لعد راح ابقى اشتري بيك يطلع لي شيء افضل من الشنطه. ما عم يطلع لي شيء منيح يا اخي، ضيعت مصاري تبعي. باي باي رحومي بشوفك العالم الجاي. تمزح راح العالم الجديد وانا لسه هون. يا بس هلا فيك تجيبه حرفيا بثانيه. عندك اكس 2 يا ذكي. يا اخي اكس 2 بس انا عم اضيع مصاري ما عم اتدرب فيهم. شوفوا كم وحده صرت خال من ذول اقوى شيء. يلا 3 2 1 كسر 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 كسر. واي والله قوية اوتاكو. يا شوف قديش قوتك حتصير يا رحومي. واد اوكي هلا راح يعطيني انرجي بعدين ندرب ونشوف قوتي، بس حاليا هذه كثير صعب اني اكسرها يا اخي انا ضعيف. 2500 انرجي ليتس جو. اوكي خلينا ندرب نحاول نلحق اوتاكو على السريع. يمكن راح اوصل لك يا اوتاكو. 211 215 والله ان شاء الله بجيبك ايزي يا حبيبي. ورزينا يا حبيبي. ليتس جو 260 وراح اعبرك كمان. 270 280 لا كنا راح نوصل 290 بس يلا مو مشكلة. صرت تخين يا تاكو، صرت جسمي مختلف. اسمه مو تخين وانما قوي معضل. يا معضل اوكي قوي اوكي. كنت عم ادوس على شيء بالارض خلاني اتخربط ما اعرف اتكلم. اوكي خلينا نكسر هذه. اضرب والله اني قوي. مرحبا مرحبا شوف شو عملت لك. هلا اوكي خليني اكسره اذا كان. ما يمدي حرام يا اخي. كيف سويت صار لك ساعه تسوي يا ولد؟ يب من وقت ما بدت حكيت مشان انت بس تفوت تشوف انا شو عملت. هيك راح تعبرني. طيب يلا مو مشكله انا كمان بسوي واحد زيي. وهاي اخر شيء. شوف يا اوتاكو كيف سويته. او ماي جاد ما اتكعله حالي زيي بس. لا ما اتكعله. اوكي خلينا نكسر يا اخوان. انا هلا هدفي بس بدي مصاري. ود والله قويه هذه ما تنكسر. وفكرت يمديني اضربها ضربه واحده اكسر على طول. ايش هذا اوتاكو؟ شوف شو هالحركه. 3 2 1 وربي حاسس على بالك انا عم اتحرك. شوف النوب تبعي ايش عم يسوي بالارض. عم بدور هيك حوالينا. انا زمع زمع زمع. شو الفائده منه هذا يا اخي؟ ما منه فائده. جمع الاغراض بس توقع على الارض يا رحوم. اوكي على فكره انا ما بدي اصرف 10000 كامله بالبدايه. خلينا نشوف يا اخوان. هون بقول لك بالف راح اشتري. يا رب يطلع شيء منيح. شو هذا؟ وجهي عم يبكي. اوكي نشتري وحده ثانيه. طلع لي نفس اللي عم ببكي طلع لي على فكره بس ما اخذته. طلع لي وجه ثاني. ليش ما اخذته طيب؟ ما بعرف حسيته مو منيح. طلع لي شيء غريب. اوكي خلينا نشوف يا اخوان ايش اقوى واحد فيهم. من وين ذولي؟ ذولي. اوكي هذا اقوى واحد. اوكي بخلي اقوى واحد ونروح نتدرب. شوف يا ولد رجعنا شكلنا الطبيعي تقريبا. والله شوي اتخن. كمان هلا والله شوي اتخن اوتاكو شوي اتخن. اوكي خلينا نشوف يمدينا شيء 3 4 من هذه. 2 صار يمديني شيء. اوكي الحمد لله صار يمديني شيء 2. راح ابقى اشيل بهذه ما دام انه 2 يمديني. فهيك راح اكسر مجموعه اسرع يا اوتاكو. انت عم تشيل وحده وحده صح؟ عم بشيل من اتقل وحده بس انا الصراحه. اوف
أتقل الوحدة. يا بي أتقل الوحدة بالمنطقة. أوكي خلينا نشوف يمديني أشيلها ولا أو بلياردو. ليتس جو. والله يمديني. هيك. ليتس جو. بس المشكلة المسافة شوي بعيدة فراح أسحب عليها يا تاكو. شوفوا أنا سويت برج إيفل يا تاكو. برجك غريب. هذا برج خليفة مو برج إيفل يا ود والله كتير. ما وقع أصلاً. ما أدري يا أخي الفيزيكس هون ما تشتغل بروبلوكس. كسر يا ولد. أنا أعلى منك يا تاكو عم أشوفك جنبي. بكسر جنبك بكسر جنبك. ليتس جو. أوه عم أكسر بالبلياردو. أعطاني 12000 13000. كتير يب بالصراحة كتير مفيد. وجبنا 14000 ولسه هدول في بلياردو. 14000 يعني أنت معك قد فينا نفوت على المنطقة اللي بعدها. تعال ندرب رحومي. وسبقتك يا تاكو. أنا سبقتك مرة تانية بنقطة. لا كنت سابقة يا أخوان والله كنت سابقة. طيب خلينا نشوف المنطقة الجديدة. أوتاكو قد إيه كان سعرها؟ 1000 لسه ما فيها. لسه أوكي طيب خلينا نشوف يمدينا نشيل اثنين. لا يا اخي بس واحد يا حرام فينا. اوكي بشيل منها حاوية القمامة نشيل اثنين اثنين اتوقع راح يكون افضل صح؟ مو افضل يعني اسرع انا اقصد اثنين نفس الشيء. شوفوا اتاكو الله عليك اتاكو. يلا هلا دوري هلا دوري. اوه ماي جاد والله اني مرتفع. يا اخي قمت اخاف ما كنت اعرف هيك ارتفاع البرج تبعي. خاف من المرتفعات طلعت حومي. يا ابو انا جبوني. امزح يا اخوان انا مو جبان ما اخاف من المرتفعات بس امزح يعني وتاكو. اصلا تعرف انا عايش حاليا الشقه اللي عايش فيها هي اعلى شقه بالعماره تبعي يعني لو اخاف من ارتفاعات كان ما سكنت فيها يا تاكو. وتخوف لا الصراحه. اوكي خلينا ندرب يا اخوان. شد حيلك يا تاكو بغلبك. اي وصلت يا حبيبي الله عليك مره ثانيه. الله معك. انا راح اوفر شوي فلوس يا اخوان عندي استراتيجيه. اول ما راح اوصل هناك راح اشتري البت تبعي اكسسوارز. اوكي هلا بيصير عندي الف. انت ليش تسمعني يا اخي خشاش؟ طب صرفت كل فلوسي اصلا. الحمد لله انك صرفتهم. عندي لسه 17000 يا تاكو 17000. اوكي اول من نص راح اشتري اغراض للبت تبعي. ليتس جو اكسر يا حبيبي. الله علينا. اوف شو هالمنطقه كانها ثلجيه. يب ثلجيه يب غريب المنظر. اوكي خلينا نشتري له. هاي شو يقول لك هات هون من هون نشتري له شفقه او طاقيه. شوف طاقية طلعنا. يا اخي كيف اعرف هي لجندر ولا لا؟ ما في اوه هذه تشبه الفيس اللي حاليا لابسه. بس ما في طريقة اعرف. طلع لي تبع لوفي. اوكي خلينا يا اخوان نلبسه اللي هي طاقية هذه. هات. هذه اقوى شايفين؟ ضرب ثلاثة. حاليا عندنا الباك باك ضرب ثلاثة. والفيس 0.3 يعني خلينا نقول ضرب 3. الطاقية كمان ضرب 3. يا اخي والله اني اسطوري. شوف البت تبعي يا تاكو. او ماي جاد والله منظره حلو. تاكو عم يشتغل. اوكي خلينا نشوف. حتى بنطنط بسرعة على فكرة. ما يمديني اشيل ذيك والله. تمزح. انا كمان ما بقدر اشيل غير اول وحدة. واد هيك قوية هاي المرحلة. يا ود خلص يكفي حطينا كثير. او ماي جاد تاكو اعلى مني. واد قديش حاطين. تاكو يتبارز معي بس بده يعبرني يا اخي. يا ود بس ترى بسرعة تكسر تاكو. لحظة ياب. انا فكرت عن طول فيهم. واد اعطاني 126000 واعطاني هدول كمان بالارض. خليني اخذهم. 126000 ما شاء الله. والله كثير بتدرب انا. ها شرينا هون البت تبعنا؟ خليني اشتري مرة اخيرة. يب طلعت لي نفذة تذكرتها. اوكي خليني اتدرب لك انا. وتاكو في مشكلة لاحظت التدريب كثير بطيء صار. ياب يا اخي كان عندي مصاري صراحة ورحت شوية تدربت كسرت اغراض ورجعت صار عندي مصاري اكثر ولحد ما خلصانين يا اخي. شوف وانا كمان حتى اشتريت بعمل حاجة بيضات. تاكو بعمل حاجة. تتذكر في شغلة حكيت لك تدريب 10 مرات اسرع 500 روبوكس بجيبها والله صار مزعج. او ماي جاد تمزح معي. والله بجيبها يا اخي بس خلينا نشوف صدق 10 مرات اسرع. يو انلوك 10 تايم ورك اوت سبيد. اوكي خلينا نشوف. درب. اوه عنجد؟ والله صار كثير اسرع. شوف 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 شوف. او ماي جاد حط الله شو السرعه. شوف قوتي. عم تعمل. او ماي جاد فلوس البابا. اي قدره فلوس البابا. وات خلصت كل مصاري تبعي بثواني. يا اخي فلوس البابا وما ادراك ما فلوس البابا. شوف وتاكو على طول. لسه ما عضلت اكثر مني. عدت اكثر وفيني اشيل هديه كمان. لا ما فيني. لا ما اتحمس يعني. اوكي بس يعني عضلت كثير وتاكو. كيف عضلت اكثر منك؟ انت 1800 انا 2500. يعني بالحياه الواقعيه اصدق معضل اكثر منك. يا رجل احنا عم نلعب روبلوكس ايش دخل الحياه الواقعيه؟ اتاكو شوف البرج تبعي. واو كيف راح اصعد لهناك؟ يلا بسم الله انطلق. وي هاي رسمني على طول فوق. اوكي خلينا نكسر. والله الفجرات اللي عم بتصير. عم بشوف الماب خلينا نحسب كم مرحله. 1 2 3 4 لسه 4 مراحل ونختمه. واو عم اشوف الماب كامل. اتوقع اذا راح اخلص تكسير هدولي واروح اتمرن راح اسحب عليك يا تاكو راح المنطقه الجايه قبل. ليش معك انرجي هلا رحومي؟ ما بعرف وين الرقم. وات كسره فجاه.
كيف صار؟ ايش صار؟ 320 بس كيف انكسروا فجأة هيك؟ لا اكثر منك يا زكي، لانه بالاخير بس تخلص تكسر البرج بيعطيك اياه. طيب انت اكثر مني صح؟ تفرج 3 2 1 طيران يا حبيبي. شوف المصاري كيف عم تطير. 3000 ما عدل يا اخي، المنطقة الجاية بدها 4000، حاليا انا 3300 صح مو عدل يا اخي، بس هذه قوة فلوس البابا يا تاكو، هذه قوة فلوس. همزة همزة يا اخوان، بس انا اشتري هذه الاشياء مشان نتونس وهيك، يعني مو كل المتابعين يقدروا يشتروا هذه الاشياء، فانا اشتريها مشان هم يشوفوا يا تاكو. تتوقع فيني اشي سيارتين؟ بعد شوي مو لهالدرجة، شوي بس ويمديني اشي سيارتين يا تاكو. شوي سيارة وهدية. طيب اي شو؟ سيارة وهدية. اه فكرتك تقول لي سيارة واحدة، عم احكي صار لي ساعتين شيء قدام. وات كيف ما يمديني؟ شايف مكر حالك قوي. كذب، هذا كذب يا اخي. اوه يمديني اشيل هديتين بس يا اخي، الهدايا كثير ثقال. لازم ولا... نغني لك رحومي الولد الضعيف ما بقدر يشيل. لا يا اخي ورب جلدك. اتاك تفرج عندي، تفرج فوق، تفرج ورزي. اوه واه صارت اعلى من قبل. يلا 3 2 1 كيف اكسرها؟ صح هيك، ضرب يا ولد. اتوقع راح اطول لحتى انزل لتحت، يمكن هالمره راح يعطيني نص مليون، ممكن مليون. طيب لا مو مليون، مو لهالدرجه. انا اتحمس الصراحه، اقول مليون. حتى حتى يا ولد طولنا، ايش هاد؟ بدي اكسرهم بسرعه، والله مزعجين، لازم اصير اقوى مشان اكسر ضربه واحده. يلا دول اخر اثنين، ليتس جو. خلنا ناخذ هذه الاشياء بالارض. هذول كيف استعملهم؟ اه مده مدة 15 ثانية لازم استعملهم هلا. هذول الشيء اللي يلا انت اصلا عندك اكس. اوكي اوكي اوكي، اضرب يا ولد اضرب. الله ليك، صار معك 4000. ليتس جو. بخلي مسار شوي للبيت تبعي. اوكي وقفنا يا اخوان هون، تقريبا راح يصير عندي 5000 اتاكو. شوف 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 كم سيارة فيني اشيل. شوف شوف اشيل سيارتين واشيل طباخ. لا هادي لا والله يمكن بسكوتي. اي والله بسكوتي، ثلاثة. ايش هاد؟ بس بسكوتين، ثلاث بسكوتات. يا اخي نكسرهم يا اخوان مشان نروح منطقة جديدة. كسر 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 كسر، ما اعطتني كثير بس 29000. يا ولد اسحب عليها، بنروح المنطقة الجديدة. وداكو مع السلامة. قد ايه باقي لك؟ باقي لك 500 كمان وتلحق فيني. كفو 450. الله عليك، لازم اتاكو يكون بالتحديد. يا اخي ايش الفرق؟ طيب اوه شوف اتاكو، هلا انتبهت انا، هذه مزرعة، نحن حاليا في مزرعة اتاكو. مزرعة يا ولد، مزرعة. او ماي جاد تحمست اشوفك يا اخي. ليتس جو. اوه شوف الفاكهة، يمديني اشيل 3 4. او ماي جاد، هاي طماطم يمكن، طماطس ولا ايش؟ كسر كسر كسر، يب طماطس. طماطس يا ولد. اوكي خلينا يا اخوان نشتري في الشيء اللي بيت تبعنا، في شغلتين هون. ويمدينا نشتري هون باك باك، ويمدينا نشتري هذه ما اعرف ايش ب 50000. واد والله غاليه. اشوف البت يصير يرقص لما نشتري له حاجه، يصير فرحان. اوكي خلينا نشتري هذه. يب بكيف. اوه باك باك جديده على الشكل هذيك تبع وقت المغامره، هذاك الرجل الالي تعرفه اتاكو؟ يب بضحك. اوكي صرف المصاري صراحه، ضيعت على الباك باك كثير. خلينا نرجع هون نشتري اخر وحده. ايش هذه؟ دولارات. ليتس جو. اتوقع راح تكون احسن وحده تبع الدولارات، بس بالبدايه ناخذ الباك باك اللي يطلعون. وهذا يعطيني 7، والله منيح. الفيس ما في شيء جديد. وهذه هات يمكن كان هي تبع الدولارات، يعطيني 1.5. ليتس جو. هذه شو هذه كمان؟ احنا شرينا كانما شيء ثاني. لا هذول كل اللي شريناهم. شوف البت تبعنا ورب شكله حلو يا ولد، وقف بدي اشوفك عم يتحرك لما افر الشاشه. راح اسوي نفس اللي سويته ديك المره اتاكو، راح اصير اجمع من هذا الايتم اوكي كثير، لحتى من تجي تتفاجئ بالبرج اللي عندي. اما حضر لك شيء راح تتفاجئ فيه اتاكو، ما تتوقع انه يمديني اشيله. والله جيت يا حبيبي، ورجيني فاجئ. يا جا جا، تعال تعال تعال. الف هلا الف هلا. شوف البت تبعك كيف ضعيف. هلا والله رحومي. شوف شوف شو عم اشيل، ثالث وحده هذه، ثالث وحده. يا ادرب الصراحه شوي يا اخوان بالكواليس بس مشان افاجئ اتاكو. خليني كسر 3 2. كسر يا حبيبي. منطقه حلوه صراحه، خبل والله رهيبه. شوف 300000 400 500، واد كثير مصاري جاني. خليني استخدم هذول على السريع على السريع على السريع. بدنا نروح يا اخوان نستعملهم هذول. لو ما يجوني على طول يا اخي، انا ما بدي اياهم يجوا على طول، بدي انا استعملهم. لو الواحد هو بفعلا احسن بكون يا بفضل. قوتي راح توصل 9000 اتاكو. 9000 ليتس جو. والله انا كثير قوي يا اخي. هذول الشغلتين اللي اشتريتهم بفلوس البابا اتوقع كثير او بي يا تاكو، كثير او بي 10 اكس.
اتوقع انه فيني اشيل احلى اغلى وحده. لا لسه. فكرت فيني اشيل هاي الفزعه. يا اتوقع بعد شوي انا يمديني اشيل ديك. هذيك يمكن بدها 10000، انا حاليا 9500. منطقه جديده بدها 17500. واو والله كثير. انا بصراحه ما عندي صبر، حكسر الفزاعه على طول مشان نروح ندرب ونصير 10000. ليتس جو 10000، وكمان جبنا 50. 10050 وتاكو باي باي يعني. شوف 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 شلت شغله من الارض بالخطا. شوف حكيت لك حكيت لك بدها 10000 ايزي. يا اخي انا ما عم افهم، هو قش القش يصير وزنه خفيف ليش هيك؟ طيب تقيل بده 10000. في حديد مخبى جوا يا ذكي. والله ما في غيره. شوف راح ابلش اكسر. عندك شيء تقوله قبل لا اغلبك واروح منطقه جديده؟ عندي كود لك امسك بعت لك يا رحومي، بخلي تكسيرك سريع الضعف ل 10 دقائق كامله. شكرا كفو. بده غلبه بسرعه وقت المسكين. لا ما ضل لك غير شيء كسر. والله مع الكود تبعك ولسه بطيء يا اخي. وال تخيل بدونه كان طولت سنه. والله قويه هذه يا اخي القش. لحد الان عندي 1,200,000 1,300,000. وهذا انرجي كثير انرجي عم يجيني يا اتاكو. اخيرا بديت انزل الارض. او ماي جاد كنت خايف من مرتفعات انا اتاكو. نور عليك. هلا والله. هلا نور نورك يا ولد. شوف الاشياء اللي بالارض. اوه والله كثير شغلات راح استعملهم. اتوقع راح استعمل يب. راح اخذهم اول ما انزل على طول اروح اتدرب. وتشوف كمية الاشياء البلا. اخذ شوف كمية المصاري اللي معك. الواد عندي 3,500,000. يلا اتدرب ليتس جو. عندي فشي اسمه دبل سترينث يعطيني قوة ضعف. صرت 17,000 اتاكا. يلا وقفت عم اوقف اوقف. خلاص ما راح اوقف، راح اكمل كل فلوسي. راح يصير 20,000. 20,000. يلا الله ليك ليتس جو. 20,000 بس 17,000 يعني فيك تفوتها. تعال يا رب ان شاء الله يا رب يمدينا نفوتها. وعلى طول اول ما راح نفوتها ايش راح نسوي اتاكو؟ اضرب بابا. شو 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 حركة. الله ليك مسكين اتاك وقف بالبوابة ما يمدي يموت. بس شوفوا يا اخوان هذه منطقة اتوقع هي منطقة الالعاب الاركيد. منطقة الاركيد يا رحومي. ليتس جو. اوكي خلينا نشوف هذه هون قديش سعره. واعد يقول لك 300,000 لحتى تشتري حاجة للبيت تبعك. خلاص اسحب على البيت يا اخوان. انا هون راح اوقف هذا المقطع. اذا عجبكم اكتبوا لنا بالتعليقات عشان ننشر عليه جزء جديد. وبس حتى لك اشتركوا بالقناة وتعالوا للجروب تبعنا ننشر اللعبة عن قريب. وشوفكم فيديو جديد. باي باي. سلام.